بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية في ذكر ما شرطه النصارى على أنفسهم للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه، وأتينا على قوله أنهم شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين. لا يتشبه النصارى بالمسلمين في ذلك. نعم، سبق الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، سبق الكلام عن أول هذا الأثر. وقفنا عند النعلين، فلا يلبس المسلم النعال، أو لا يلبس النصراني، لا يلبس المسلم النعال التي على شكل نعال الكفار، وكذلك العكس. فالكافر لا يلبس النعال الخاصة بالمسلمين. وسبق نماذج من هذا، النعل الصرار والسبتية وما أشبه ذلك. والحاصل أنه يتميز المسلمون عن الكفار حتى في النعال، الله المستعان، فكيف بغيرها؟ نعم. أو فرق شعر، أو فرق شعر بحيث أن يصلح شعره على شكل ما يصلح الكفار شعورهم، فإنه بهذا لا يتميز المسلم عن الكافر. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه لا يطيب العمل والشكل إلا إذا عند كثير من الناس اليوم، إلا إذا كان على شكل ما يفعله الكفار، لأنهم ابتلوا بالتشبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من الفتنة. فليت المسلمون يعتزون بدينهم ويتميزون بشخصيتهم عن التشبه بالكفار. وإذا كان عمر رضي الله عنه شرط على أهل الكتاب أن يتميزوا بما يفرق بينهم وبين المسلمين، فهذا دليل على أكدية هذا الأمر، وأنه ليس بالأمر الثانوي. نعم. ولا نتكلم بكلامهم، وهي الرطانة. فاللغة العربية لغة القرآن، وهي لغة العرب، وهي لغة شريفة، ولغة فيها الوضوح، وفيها البلاغة، وفيها الجزالة، وفيها من الميزات ما تعجز الكتب عن إحصائه. ولذلك اختارها الله لغة لكتابه الكريم وهو القرآن، واختاره لغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ولهذا قال جل وعلا في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فهذا من ميزة هذا القرآن وشرف لهذه الأمة. فالمسلم لا يتكلم بغير لغته العربية إلا عند الحاجة. إذا احتاج إلى أن يتكلم باللغة الأجنبية فلا بأس بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت
أن يتعلم لغة القوم من أجل أن يترجم له لغة اليهود، فعند الحاجة لا بأس بذلك. أما أن يستعملها المسلم من غير حاجة وإنما هو من باب التمدح وإظهار أنه متعلم، فهذا أمر مكروه، أقل أحواله الكراهة، لأنه من التشبه بهم وهو هبوط من الأعلى إلى الأدنى. نعم. إذا كان هذا الشيخ في سياق ما شرطه النصارى على أنفسهم، يقولون أن لا نتكلم بكلام المسلمين، هذا ألزمهم عمر به، ألزمهم. لا يتحدثون العربية. نعم. لا يتحدثون، أو في العبارات الخاصة يعني، قال فيما شرطوا على أنفسهم ولا نتكلم بكلامهم، شرطه النصارى على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم ولا نتكلم بكلامهم. هم يحكون ما شرطه عمر عليهم. نعم. يحكون ما شرطه عمر عليهم، فهم لا يتخذون لغة المسلمين لغة لهم، لأن ولا المسلمون يتخذون لغة النصارى لهم، وإنما كل له لغته، ولا مانع عند الحاجة للترجمة أن يترجم، والترجمة هي نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى عند الحاجة. نعم. قال ولا نكتني بكناهم، وفي هذا تنبيه إلى ما وقع فيه كثير من الناس اليوم، من أنهم يسمون أولادهم وأبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية، ويتركون الأسماء التي كانت لهم ولآبائهم وأجدادهم، والأسماء العربية لا لشيء إلا لعشق ما عليه الكفار. نعم. ولا نركب السروج، هذا سبق. السروج هي ما يكون على الدواب، وإنما يركبون شيئا خاصا بهم على الأكف، يعني على الأكف، فلا يكون ما يركب عليه الكافر مثل ما يركب عليه المسلم. وأيضا صفة الركوب، يجعلون أرجلهم إلى جهة واحدة خلاف المسلم، فإنه يفرق رجليه. نعم. ولا نتقلد السيوف، لأن هذا من استقلد السيوف هو وضعها كالقلادة في العنق، تعليقها على الأعناق، وفي هذا إظهار للقوة والشجاعة، فالكفار لا يعملون هذا الشيء، لأن هذا يدل على العزة، وهم المطلوب إذلالهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. نعم. ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، نعم، كما يحمله المسلمون، لأن هذا لأنهم إذا حملوا السلاح أخافوا المسلمين وصار لهم قوة، وهم أهل ذمة يخضعون للإسلام، وتكون حمايتهم على المسلمين، المسلمون هم الذين يحمونهم، لا أنهم هم الذين يحمون المسلمين، إلا عندما يداهم البلد عدو، فإن الكفار يقاتلون مع المسلمين لدفعه. نعم. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، كذلك يتميزون عن نقش الخواتم، المسلم ينقش خاتمه باللغة العربية وبالحروف العربية، والكفار ينقشون، أهل الذمة ينقشون بلغتهم الأجنبية. نعم. ولا نبيع الخمور، لأنه لو نقش الخاتم بالعربية لاشتبه بخاتم المسلم. نعم. ولا نبيع الخمور، وهذا لأن الخمور حرام، منكرة في جميع الأديان، لكن استباحها النصارى، ونحن عاهدناهم على أن نقرهم على بقائهم على دينهم وعلى ما استباحوه، ولا شرب الخمر ليس من دينهم، وأكل الخنزير ليس من دينهم، وإنما هذا شيء هم التزموه واستباحوه، فنحن نتركهم على هذا، ولكن لا يظهرونه، ولكن لا يظهرونه، لا من ناحية الشرب والظهور بشربه في الأسواق، ولا من ناحية بيعه في الدكاكين والمعارض. نعم. وأن نجز مقادم رؤوسنا، وهذا سبق أيضا أنه في شعر الرأس، أولا أنه ما يفرق كما يفرق المسلم كما سبق، وثانيا أنه يجز مقدمة رأسه، ولهذا نهي المسلم عن القزع، وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، لأن هذا من صنيع
النصارى والمسلم لا يتشبه بالنصارى. نعم. وأن نلزم زينا حيثما كنا حيثما كان. نعم. ومما ألزموا به أنهم يلزمون زيهم في اللباس وغير ذلك حيثما كانوا، سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا وحدهم، فلا يغيرون زيهم الذي هم عليه. فلا يقال أنه إذا صار في بيته أو في مكان خالي من المسلمين يلبس لباس المسلمين، لا، ما يجوز هذا، وإنما يلبس لباسه الخاص به. نعم. وأن نشد الزنانير على أوساطنا، من عادة النصارى شد الزنار، وهو حزام يشد على وسطه للعبادة، هذا إذا كان للعبادة، إنما يشدونه في الكنائس ووقت صلواتهم، فالمسلم ما يتشبه بهم عند الصلاة ويشد على وسطه. أما أن يشد المسلم على وسطه حبلا أو حزاما وقت العمل، وقت العمل لأنه يحتاج إلى هذا أو للسلاح، فلا بأس بذلك، إنما إذا كان يفعل هذا من باب التعبد كما يفعله النصارى عند كنائسهم وصلواتهم. وكذلك لا يكون الشد الذي يشده المسلم على صفة الزنار وهو الحبل العريض، وإنما يشد حبلا غير عريض. نعم. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، الصليب هو صورة، يزعمون أنه صورة المسيح عليه الصلاة والسلام مصلوبا على الخشبة لما قتل بزعمهم، لما قتله اليهود. والصليب إنما هو من إحداث اليهودي الذي ادعى أنه اتبع المسيح وتنسك بالنصرانية، هو بولس أو شاول، جاء ليغير دين المسيح عليه السلام، ودس فيه كفريات، منها تعظيم الصليب، وقال لهم إنه رأى رؤيا كذا، وأنه فيلزمكم مثلا تعليق الصليب ليكون من الذكريات ومن تعلق بالمسيح عليه السلام وتذكر ما جرى له أو ما أشبه ذلك من الخرافات. فهم لغباوتهم أطاعوه، وكان الواجب أنهم يكسرون الصليب لأنه ذلة لهم وفخر لليهود أنهم قتلوا عيسى، وهذا تصديق لليهود لأنهم قتلوا عيسى مع أنهم لم يقتلوه. الله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، النصارى وافقوهم وصدقوهم على ذلك رغم ما فيه من الذلة لهم، وهذا ما يريده اليهود، يريدون أن يذلوا النصارى دائما وأبدا، وأن يقولوا نحن قتلنا نبيكم وصلبناه وها هو صورته عندكم، لكنهم لم يتنبهوا لذلك. فالحاصل أننا لا نمنعهم من وضع الصليب في بيوتهم أو في كنائسهم خفيا، أما إظهاره على الكنيسة أو على البيت أو على المستشفى أو على السيارات فهذا ممنوع في بلاد المسلمين. نعم. قال ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق، ولا نظهر صليبا سواء على ما على كنيستهم أو على سياراتهم أو على مبانيهم ما داموا في بلاد المسلمين. نعم. ولا كتبا، قالوا في رواية في المطبوعة من كتب ديننا، ولا كتبا من كتب، بلا شك أنه المقصود ما هو بالعموم الكتب، المقصود كتب النصرانية أو اليهودية، من كتب التوراة المحرفة أو المنسوخة، وكتب والإنجيل المحرفة والمنسوخ، فإن الله جل وعلا أغنانا بالقرآن، فلا يجوز لنا أن نسمح بتداول نسخ التوراة والإنجيل في بلاد المسلمين، لأن هذا مشاركة للقرآن، يكون في هذا مشاركة للقرآن وإظهار لغير القرآن، مع أن الكتاب الموحد للعالم كله هو القرآن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر رضي الله عنه بأوراق من التوراة ليريها الرسول صلى الله عليه وسلم عجبته،
وجاء بها ليقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليقرأها عليه، غضب الرسول غضبا شديدا وقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، ألم آتي بها نقية؟ والله لو كان أخي عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله أخذ الميثاق على النبيين إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعوه، أن يتبعوه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالله جل وعلا أخذ عليهم العهد على أنبيائهم. ولذلك إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إنما يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن وبشريعة الإسلام، فيكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى أن ننشر التوراة أو الإنجيل أو كتب الأقدمين في بلاد المسلمين، لأن هذا يزاحم القرآن، وهذا أيضا منسوخ أو محرف فلا يجوز بقاؤه. نعم شيخ حسن الله إليكم، بعض أساتذة الثقافة الإسلامية يدرسون في المحاضرات وفي كتب مؤلفاتهم نصوصا من في سفر التكوين وفي سفر الخروج يذكرونها، أحيانا يكون موافق لما في الكتاب والسنة، وأحيانا يكون زيادة معلومات ما تدري هي مصيبة ولا في قصص الأنبياء أو في ما حدث، هذا حكمه داخل بالنهي؟ هذا على قسمين. قسم نعم. الأول أن يكون القصد من هذا الرد عليهم وإلزامهم، إذا كان القصد من هذا مجادلتهم والرد عليهم وإلزامهم بما في كتابهم فلا مانع من ذلك. أما النوع الثاني هو أن يكون هذا من باب الاطلاع فقط، فهذا لا ينبغي أو قد لا يجوز ويحرم هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر وغلظ عليه مع أنه من باب الاطلاع، فلا يجوز هذا، لا يجوز أن يأخذ هذه الأشياء وأن يكتبها من باب الاطلاع. علاوة على أن أخبار من قبلنا لا تصدق ولا تكذب إلا ما شهد له الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يشهد له الوحي فإنه لا يصدق ولا يكذب. نعم صلى الله عليكم. قال: ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. هذا كما سبق، لا يظهرون الصليب في طرقات المسلمين أو أسواق المسلمين بأن يلبسوه على صدورهم أو على سياراتهم أو على مبانيهم أو سفاراتهم أو غير ذلك، هذا لا يجوز. وكذلك نعم ولا كتبا هذا سبق من كتب أهل الكتاب يعني. ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ضربا خفيا. من عادة النصارى كما سبق أنهم يجتمعون للصلاة بضرب الناقوس وهو جرس يضربونه فيكون له صوت، إذا سمعوه عرفوا أنه دخل وقت صلواتهم، يتوافدون على الكنائس. فإذا كانت هذه الكنائس في بلاد المسلمين وفي غير جزيرة العرب، أما جزيرة العرب فلا يجوز بناء الكنائس فيها، لكن إذا كان هذا في غير جزيرة العرب يعني عاهدناهم استولينا على بلدهم وعاهدناهم على أن يدفعوا الجزية ونتركهم على دينهم، حينئذ لا نمكنهم من ضرب الناقوس، والبلد بلد إسلامي. نعم، وإنما يضربونه ضربا خفيا. نعم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، كذلك هذا من المنكرات حتى عند المسلمين، ما يجوز رفع الأصوات مع الجنازة، وإنما هو هذا من عوائد أهل الكتاب
ونحن منهيون عن التشبه بهم في ذلك. نعم. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. نعم إذا كان نعم ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين مع الموتى. مع الموتى نعم. في المسلم الميت لا يتبع بنار ولا بنائحة ولا بشيء. نعم. إلا إذا احتاج يدفنونه في الليل وظلام الليل واحتاجوا إلى سراج فلا بأس بذلك وقت الحاجة فقط. نعم. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواه حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمد. نعم. وفي رواية أخرى رواها الخلال وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا كما سبق هذا. نعم. ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا يرفعون على كنائسهم الصليب كما كان ذلك قبل أن يأخذ المسلمون عليهم العهد ويدخلوا تحت ذمة المسلمين. ولا نرفع ولا يرفعون أصواتهم في دعواتهم وصلواتهم. نعم. ولا القراءة في كنائسنا ولا قراءة كتبهم في الكنائس يعني يرفعون مكبر صوت ويجهرون بهذا إنما في صوت خفي فيما بينهم ولا يسمع من الخارج. نعم. فيما يحضره المسلمون. نعم. وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين سبق. نعم. وأن لا نخرج باعوثا والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى يوم الأضحى والفطر. ولا شعانينا. الباعوث كما شرحه الشيخ أنهم اجتماع يخرجون له كما يخرج المسلمون لعيد الفطر وعيد الأضحى فهو مظهر من مظاهر عبادتهم فلا يعملون هذا في بلاد المسلمين. نعم. ولا شعانينا. الشعانين نوع من تعبداتهم أو يمكن الله أعلم أنها من خصائص كنائسهم وبيعهم. نعم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين كما سبق. نعم. ولا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. ولا يجاورون المسلمين بالخنازير. الخنزير حرام بإجماع الملل ولكن استباحه النصارى خاصة قبحهم الله لأن النصارى لا يلفون من النجاسات ويعتبرون هذا من العبادة تلطخ بالنجاسات يعتبرونه من العبادة عندهم والخنزير هو أنجس النجاسات نجاسة عينية والله جل وعلا يقول أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس معناه النجس فالخنزير نجس ورجس فهم يأكلونه وهذا مما استباحوه مما حرمه الله عليهم فنحن إذا عقدنا العهد معهم نتركهم على أكله لكن لا يظهرونه ولا يؤذون به المسلمين بمجاورتهم به وإظهاره في دكاكينهم أو مطاعمهم. نعم. إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا كما سبق وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. هذا سبق كله سبق والمصنف رحمه الله ورده من رواية أخرى. نعم. وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب حافل في هذه الأمور اسمه أحكام أهل الذمة يتكون من مجلدين ضخمين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. هذه الأحكام التي فرضها عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب على أهل الذمة فرضها على أهل الذمة وألزمهم بها هذه لا يتسع يقول الشيخ لا يتسع المقام لسردها وهي موجودة في كتب الفقه وموجودة في
أحكام أهل الذمة كما ذكرنا الإمام ابن القيم، وموجودة مفردة في كتب وموجودة مضمنة مع كتب الفقه، فمن في باب عقد الذمة، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.